ساعات واحنا بنهاجم بنجرح. ده حقيقي. يعني اختار حاجه تضايقه قوي، يعني كاني في حتى بالهزار اقول لكن يوجد من يهزر مثل طعن السيف. فاقول ما انت مش عارف خالك مريض، ما انت خسرت كلمه كمان كنت كده كنت مش لاقي تاكلي ولا حاجه يعني. مره وانت كنت ايه، ما انا اللي وقفت جنبك وعملتك، دي جمل تجريح خطر. يعني فاكر مره واحد كان خسر مبلغ كده، في يعني شريكه ضحك عليه، فجيت في وسط الخناقه قالت له طب روح تشطر على فلان اللي ضحك عليك وخد منك. فأنا فاكر الراجل ده قال لي دي كان آخر مرة أفتح قلبي وأحكي. وساعات كمان بنستخدم طريقة لوي الدراع، تهديد عشان أكسب. وإحنا لازم إحنا الاثنين نكسب. فلو ما سمعتيش كلامي في كذا هعمل كذا، أو لو ما جبتليش مش عارف إيه أنت عارف. فلوي الدراع ده تهديد يخلي المشاجرة تبقى مش تفاهم ده.